تلعب. متى الكلام هذا؟ أكيد. ها؟ إيه أكيد. والله. ترى مو متوتر يعني، بس مجرد سؤال. لا مو متوتر. لا صحيح يعني. إي والله لا ما فهمت. متى الكلام هذا صدق؟ متى الكلام ذا؟ الله يرضى عليك. أنا ما أدري شفت، أنا شفت لي شوفة غريبة. لا لا لا. ها؟ يعني مو بصحيح. لا مو بصحيح. ابن دلبج. يا ابن دلبج. والمدى بنروح العمان وعقبها بنجيك. صراحة يا جماعة الخير من كثر ما مشيت اليوم اوه بقرب رجال هنيه، احس اني زدت 10 كيلو. يلا بنروح كذا ونجيك يا الربع. يا رجال وش اسم القعود والبكرة؟ زويد وزوادة هلهم كان كبيرة ومقدرة ما هو عادي. تمسك الجوال ولا نصور؟ لا بمسك انا. يلا انت انسان خبير. يلا كم صاحب. كم زويد يا زويد يا زويد. لا طفر لا طفر بلا بلا. يلا ترى ما في مسح ابدا. ابشر. يلا يقول تكفون يلي تشوفون ابي يشوفه. الله لو كان من الجمعة. لو كان اشوفه من الجمعة للجمعة. يقول تكفون يلي تشوفون ابي يشوفه لو كان اشوفه من الجمعة الى الجمعة. انا ما اقول غير ابشر يا الجمهور يا الوافي وخذ مني. والله من قبل يبدا السبق شكري وتقديري، انا تحزمت وانتو مني وعني قدام ما دام في صفي جماهيري. كابشر يا الربع الهمة عاجو يديكم. اشكرك. يا سلام. زويد وزوادة هلهم كان كبيرة ومقدرة ما هو بعادي. باقي ما نزل على سناب القناة، راح ينزل إن شاء الله بعد ما نخلص من الشباب كلهم. جاهز يا دلبوجي. ابن دلبج ماذا يصرح؟ ابن دلبج ماذا يقول؟ ابن دلبج يصرح بتصريح نارية. قعدت يا خامة الله كان مقطع البنزين. نبي منكم شاركة. أبشر بالسعد. أنت السعد. تمسك الجوال يا أبو. تمسك الجوال ولا صورك؟ يلا. كان الخصم هل بتروح خسارة خصم؟ لا لا لا. لا 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 صور صور. فعليك. عادي. الله ثواني. تدري من الخصم؟ ها؟ تدري من الخصم أبو ناصر؟ أي بالله هذا من الخصم. إيه إحنا نعرف. يلا ما نعطنا. بسم الله. وش هالمكان؟ المكان ذا زين الربع. خلني أنا وياك ودك يا جميلة ولا مو وبكيفك؟ تخرب علي ولا يلا يا ابو ناصر يلا ارحب ومساكم الله بالخير. اول شيء انا متاكد اني بفوز ان شاء الله. الشيء الثاني بعطيكم هدا بسيط. يا جميل قام يا طول حال طاوي والله انك بدي على شوف اشغالي لا لو تمرنا شيوخ اهل الفتاوي عودوا مثلي يجرون الطويلة من عشق شرواش ولا لا يهاوي يتقيد في بعض الاشياء فضيلة ويا جميلة قام يا طول حال طاوي والله انك بدي على شوف ايش غليلة. اشكرك ابو ناصر. سلام. اشكرك من الله وجهك. شينا احفظ المقطع. ما شاء الله صارك الناموس ان شاء الله. عذرنا على القصور ونحصل قصورنا في داك. نشوفك على خير. خلنا نشغل مو فريق يدها. هلا ابوي. باقي عندنا كم واحد؟ تعال. ايه باقي. هرول هرول يا ابو سمره. يلا يلا. خالد. يلا. من بقى؟ خالد الشمري وعبد الرحمن مساوى. وفي ثالث بعد. ما ادري من هو. من هو؟ سمراني هذا هو. جاهز؟ يلا. اعطيك الكاميرا ولا تصور؟ اقسم بالله اني متعطل بنزين جاهز حاليا. ليه؟ يلا. والله. يلا ترى بدون مسح ها؟ يلا تعال. جاهز؟ جاهزين على طول. كفو.
يلا تجي هنا؟ خلاص بنعطيك الجوال الحين. الله يعين الناس اللي عينهم هنا. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال واللي صلى الجمعه. صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي محمد. الشيء الثاني انا ماخذ حصانه المره الاولى من الجمهور. تستاهل. المره الثانيه بجيبها انا بجيبها. باذن الله كبشر للرجال، الرجال طيب ويستاهل. كل سنه الرجال ذا جاي من 2000 كيلو جاي يتصور معي، والله يبيض وجهه ويطول. من مشاهدينك. الله يطول. المتابعين. وانت تستاهل. الله يرحمه ويطول علومك. ومن قبيلة طيبة. الله يرحمه، وش العلوم؟ العلوم زين. انا طالع. لا طلعت الحين، لا طلعت من البرنامج بتصور كذا. اي وش تسوي؟ عادي. انت ورا ماتش احنا ما نحتاج مشاركتك، انت تحتاجها. عشان ما صورنا. انا ادري. خلاص انا شفتها. هذا ابو راس. احمد الرحيم. ابو سامر. هذا ابو سامر. يا هلا هلا بالشباب. كبشروا كبشروا. كبشروا كبشروا. ايوه. خلاص. نزلوا حالة واتس. بعد. كبشر يلا مع السلامة. يود سنابك ما شاء الله تبارك الرحمن طويل مرة. ايش؟ في اليوتيوب. شوف انت. والله لا يفتح بث في جوال احسن. أنا أقول له يفتح بث في جواله أمور طيبة. أنا بسخن يا ولد بيجيني حرارة. يا سلام يلا. اللي بعده محمد جاهز. مساوى ومحمد. تعال شوف محمد الآن. ما شاء الله يا أخي سنابك كم دقيقة؟ والله ما أدري. ثلاث دقائق ثلاث دقائق. سنابك يا ولد. عندي واسطة مع السناب. بين السنابات. عطى محمد الجوال. يلا. السكوترات هذه لازم نمحيها. أخ ماشي. لا وجود أبد. الشيطان. أبلشونا فيها. يلا حيم يا مرحب اللهم اسهل الله يبقيك يطول عمرك انا ارحب فيكم يا شباب يا ارحم من احس بتصور تبي تخرب السناب صح تبي تخرب السناب محمد يلا محمد ترى ما فيها مسح على طول ديرك حقك علي احنا ما نعرف المسح يا كفو يا ذيب يلا ما فيها مزح يقول مهم مسح ايش اقول ما فيها مزح وما فيها مسح ايش السالفه هو شيء اجتماعي صور وانا بعلمك كلام قرقر ايه قرقر تعال هنا على اليسار السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا حياكم الله نعم ابي اصور معك حبيبي يعني. انت اللي في دراستك ثمانية ايوه نعم كيف حالك سكت والله بخير شلونك هاك جوالك لا لا والله ما يجيني شال التواضع هذا حلم حياتي واخيرا تحقق والله صدق والله انت محمد انت بهاج اي لا لا انا من جمهور انت محمد لا والله موني الا انت محمد لا والله مو انا سمسم ايش بعض اللي قافه صدق اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله صلوا على النبي يوم جمعه يوم فضيل نعم يا شباب ابوي معلش اسف مشي يلا يلا اعوذ بالله يا بن دلبج كيف الكادر بس يا بن دلبج كيف شباب ها كيف الكشفه؟ الربع في احمد الشمس حراره كل والله ما ادري ايش اقول يا زين يا زين كذا الفقره ما ادري ايش اسم الفقره طيب الفقره دي ما لها اسم بس اهم شيء صوتي ايه صوتي السلام عليكم مساكم الله بالخير يلا خلاص ما تشوفه بعد يا المسابقه المثيره ما جاز اترك محمد ها ما جاز اترك لا والله حلوه الحمد لله صار الجوال ذا امي نشوفه بس خل باقي من بقى يا شباب؟ مساوى كيف ما تجوز لي وانت فيها يا ابو رحيم؟ الله يطول عمرك علم لي كيف حبيبي صراحة اليوم الفقرة زانت بوجود لا 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 كذا عشان تدري انك مهم يعني يا عيال وقف سكترت هاي بلت تسبودنا ما عيال ما خلاص عيال 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 جلسوا سكترت هذه لا 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 نكسر اليوم كنا هنا ولا داخل؟ دخنا يا رجال دخنا من بقى يا ابو مساوى كم عندك مسكوت اثنين حماك يلا يا حبيبي يلا صور شيطان الرجال قال هناك هنا ولا داخل يبغى يخرب عليك سم صورك يلا يلا جاهز عط الجوال عط الجوال أباك تقول لي وش فيك حزين؟ طيب وش فيك يا أبو قلبي يلا يلا سلامات شكلك حزين اليوم واحد اثنين ثلاثة وش فيك حزين يا حبيبي؟ كل يا أخي ما جمعت رصيد رحت كوزي حلو وأخذت لي حاشي ولا أخذت لي دجاج أيوه
وانا ما اقدر اجمع رصيد اني انا جوع كثير. ايوه هذا الزود يعني. ايوه هذا الزود اكلت قبل شوي. وبتاكل شوي. اي باقي اكل شوي. انا في اليوم اكل 5 وجبات الحمد لله. 5 وجبات كويس. ايوه يعني كذا ما يمدي محسوب ما يمدي تزود زيوت. يعني لو اعطوني الألف مثلا كبشر واعطوني الألف مثلا ان شاء الله اني يعني اقدر اكل زياده. خلاص. وبما ان اليوم جمعه اقول هل حقاً تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. الله أكبر. يا سلام. بقى عندنا حد؟ إيه لا خلاص خلاص تحفظ تحفظ المقطع. حلو. تعال يا حبيبي تعال عندها الكاميرا الحلوة اللي هنا ولا يسار اللي تبغى قدامي تشوفونه يا مخرجنا الجميل هو سمره. سمي بوي نزل المقاطع الان. يلا ركز معي. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.